اهلا بحضراتكم مره ثانيه. وموضوع الضرائب التصاعديه انا يعني هخش في الموضوع على طول. احنا متفهمين انه في اراء مختلفه ما بين الاقتصاديين حول هذا الامر. احنا معانا هذه الاراء كلها. هل الناس اللي بتقبض اكتر يا جماعه المفروض تدفع نسب اكتر ولا لا؟ يسعدني يكون معايا النهارده الدكتوره يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور. والاستاذ احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين. وقال العجب رغم انه رجل اعمال ومستورد ودخله الله اكبر ما شاء الله الا انه هو يؤيد الضرائب التصاعدية. دي حاجة برضو من الحاجات الكويسة. المعارضين لفكرة الضريبة التصاعدية هيقولوا لنا بوجهة نظرهم اقتصاديا. برحب بدكتور مصطفى بدرة استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بك فهد. وبرحب ايضا بالاستاذ محمد الغمراوي المستشار القانوني والخبير الضرائبي. اهلا بك. اهلا وسهلا. هنبتدي احنا عشان برضو انتوا اتاخرتوا على الهواء. خلينا نشرح للناس. العربيه اتاخرت ورحنا وكده فالدنيا الوقت ازف علينا وورانا ريهام سعيد ما نقدرش نقف مع ريهام. فهنسمع من كل حد كده تفصيلا في سبيتش كده يعني محترمه ايه لماذا يجب ان نفرض الضريبه التصاعديه ومصر تستفيد ايه في توازنها المالي والمجتمع يستفيد ايه في التوازن الانساني. هو الضريبة التصاعدية هي مطلب بنحس انه شعبي من فترة طويلة يعني بنتكلم فيه كتير. ليه؟ لان احنا طالعين من ثورة كان في عدم عدالة في توزيع الدخل وكان في احنا عارفين كويس قوي ان كان في ناس تكسبت وحققت ثروات كبيرة على حساب ناس تانية وفي عدم توازن في توزيع الدخل. صحيح. وبالتالي دي أداة في الاقتصاد. الأداة دي بتتبع في كثير من الدول على اساس ان مكاسبه بتبقى اعلى بيدفع نسبة ضريبة أعلى. فده فكرة الضرائب التصاعدية. السؤال الجوهري بقى، هل الضريبة التصاعدية هتحل مشكلة عدم العدالة في توزيع الدخول؟ هو ده السؤال الجوهري اللي المفروض ان احنا نطرحه ونسأله ونرد عليه. وانت رأيك ايه؟ لا طبعا. اولا هقول لك ليه. لانه احنا انا عندي بيانات لكل الناس اللي بتكسب فوق ال 500,000 وبعدين بعد كده ندخل على الملايين. في ناس بتكسب فوق ال 50 مليون وال 100 مليون وفي ناس بتكسب فوق المليار. تمام. ودي في مصر، يعني بتكلم في مصر، شركات ضخمه جدا ودي مكاسبها. لكن لما تيجي نبص عددها وحجمها هنلاقي ان عددها وحجمها ما هوش ضخم بالدرجة اللي تخلينا نقول ايه لو احنا عملنا ضريبة تصاعدية يبقى معنى كده ان هو ده اللي هيحل مشاكل مصر فيما يتعلق بالإيرادات العامة اللي احنا عندنا عجز فيها وعندنا عجز ما بين الإيرادات والنفقات. القضية اللي احنا فيها دلوقتي احنا يعني انا بعتبر عملية تحرير سعر الصرف انا بعتبره ده زلزال حصل في مصر. نعم. هذا الزلزال له اثار وله توابع وله تاثيرات في منتهى الخطوره والاهميه، وانا مش شايفه ان احنا بندرسها بشكل جيد وما عندناش مرونه. انا مش شايفه ان احنا عندنا مرونه في اننا ناخد الاجراءات الكفيله باننا نواجه هذه الاثار. اللي حصل في تحرير سعر الصرف هو له اثار ايجابيه واثار سلبيه، طبعا اثاره السلبيه اكتر بكثير من الايجابيه. وكون الاثار السلبيه اثار عميقه جدا وبتمس طبقات كثيره جدا ده بيخليك لابد ان تلهس لانك تستفيد بالاثار الايجابيه. يعني بمعنى ايه؟ هو الاثر الايجابي الوحيد هو دعم الصادرات والسياحه. القضيه بقى ايه الجهود اللي بتتم في مصر دلوقتي عشان ندعم الصادرات والسياحه؟ ما فيش قوي. هو ده السؤال الجوهري. يعني لما اتكلمنا على الأزمة بتاعت الدواجن اللي تم الرجوع فيها النهاردة احنا كنا بنتكلم على كيفية زيادة الطاقات الانتاجية. لما بنتكلم على ان انا عايز اتحرك يعني قرارات المجلس على الاستثمار قرارات رائعة جدا حددت هدفين أساسيين تشجيع صادرات وإحلال محل الواردات. السؤال الجوهري أنا لما ابتدي أشجع صادرات أنهي صادرات؟ يعني النهاردة كان كلام جميل من رئيس مجلس الوزراء في القطاع الغزل والنسيج والملابس. أنا عايز أقولك احنا عندنا دراسات كاقتصاديين تخلي لو كل بيت في مصر ممكن يشتغل في الملابس الجاهزة ويبقى عندي توجه تصديري. دي هنا نأتي على موضوع أيوة هو ده توسيع الدخل. يعني لكن أنا الضرائب التصاعدية أنا لو بتكلم عليها لو هتكلم عليها ستيتس كو يعني
ثبت الوضع على ما هو عليه دلوقتي مش هي الحل للوضع اللي احنا بنتكلم عليه الان. عشان انا مشكلتي دلوقتي ايه؟ هو مشكلتي ان انا كل شويه اروح مطلع موضوع وافضل اتكلم فيه كاعلام والدنيا تتقلب عليه ونتناقش فيه والكلام ده. طيب هل هو ده هو اللي بيحل المشكله بشكل متكامل؟ انا دلوقتي لازم اجري الحق الناس اللي هي مش عارفه تشتري السلع، الحق الطاقات الانتاجيه المهدره واشغل الناس وازود دخولها، ارفع انتاجيتها عشان العامل اللي هو فلوسه ما بقتش تكفيه ارفع انتاجيته وافتح له فرص لدخل عشان فلوسه تكتر يقوم يقدر يواجه ارتفاع الاسعار. صحيح. انا مش هستخدم اسلوب عايز ابعد عن اسلوب المنح والكراتين اللي بتتوزع وافضل اجري ورا التموين والتموين بيعمل ايه؟ انا عايز ازود الطاقات الانتاجيه. وبعدين في الضرايب في نقطه واحده بس عايز اقولها، في الضرايب قصه الضرايب التصاعديه دي قصه، وقصه الهيكل الضريبي كله فيه خلل شديد. يعني انا عندي ضريبه مهن حره ما مش عارف احصلها، يعني ما ينفعش ان ضريبه المهن الحره ما بتوصلش المليار وانا عارف ان المهن الحره مكاسبهم فلكيه. فانا دلوقتي عندي مجلس اعلى للضرائب وفقا لقانون الضرائب 2005 يحط رؤيه الضرائب ويجهزها ويدخل القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كل ده انا سايبه وببتدي اركز على قضايا كده وابتدي اعمل عليها ضجه اعلاميه. يعني لازم في النهايه يعني في رؤيه متكامله بالزبط. اعاده هيكله المساله الضريبيه كلها. دكتور استاذ احمد شيح اتفضل. هو اولا هي الدوله في حاله من الارتباك الشديد جدا في ظل عجز الموازنه، وهي بتحاول بقدر الإمكان كل ما تلاقي فرصة ضرائبية عشان تقدر تعمل فيها وتعدل عجز الموازنة، أعتقد هي بتجري ورا هذا الموضوع. أنا بقى مع القانون الضريبة التصاعدية عشان خاطر الناس اللي هم المفروض بيكسبوا كتير جدا جدا جدا، اللي هم يعني بيمثلوا القطاع الخاص والإنتاج القطاع الخاص. لأن احنا لما نيجي نشوف الناتج القومي أو الاقتصاد المصري القطاع الخاص بيمثل فيه 75%. تمام. لما نيجي نشوف دفع الضرائب الموظفين والغلابة 70% هم اللي بيدفعوا الضرائب أكثر من القطاع الخاص. يعني 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 الناس اللي معهم 75% من الاقتصاد ومعهم دخول بيدفعوا أقل من الموظفين. فقصة ان احنا نفرض ضرائب على الشركات الكبيرة والاكثر دخلا ده امر مطلوب. بس هو بقى الشركات دي في اسلوب كبير جدا في الاخر بيطلع لك الميزانية في الاخر خسرانة ومش كسبان. هنا لازم بقى مراقبة كمان، يعني لازم يحصل مراقبة. فاحنا عايزين ضريبة تصاعدية ومقطوعة من بداية الانتاج. يعني النهاردة لما تيجي تقول لي شركة، انا قريت بعض الشركات عاملة الميزانية بتاعتها حجم تجاريتها حوالي 13 مليار جنيه مبيعات مطلع لي انها كسبانه 2.5% بكل الحسابات وبكل الاعراف التجاريه. لا ما ينفعش الكلام ده كله. فهو في النهايه دي الميزانيات دي اللي هي دي انا بتكلم. هل الضرائب التصاعديه تخص الشركات ام الافراد؟ لا هو اصل الافراد اي واحد دخله كام؟ يعني احنا بنتكلم اي يعني لو حتى ملاك هذه المصانع ملاك هم دول. ما هو في النهايه ما هو الملك ده ليه شركه واللي بياخد الشير الاكبر والكلام ده كله. انا عايزين الناس دول هم اللي يدفعوا، انما واحد موظف بيقبض له 10,000 و15,000 و20,000 في ظل التضخم اللي حصل ده وارتفاع الاسعار. لا ده احنا عايزين نديله اعانه. يعني الراجل اللي كان مثلا بيقبض 10,000 و15,000 ويا دوبك بيغطوه بعد ما حصل تعويم الجنيه وبعد ما حصل التضخم ده، لا احنا عايزين نديله. فاذا الموضوع محتاج مين بقى اللي هنفرض عليهم الضرائب التصاعديه؟ وانا بؤيد تماما ان الطبقه دي اللي بتعرف تطلع ميزانيات مضروبه، الناس اللي بيحطوا اسهمهم في البورصه علشان خاطر ما لهاش ضرائب في البيع والشراء، هم دول اللي احنا ننتبه ليهم. طيب لماذا لا على الضرائب التصاعديه؟ هنسمع وجهه النظر دي بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. والرد بقى الناحيه الثانيه، ليه في طرف اخر يرى من زاويه اقتصاديه انه ما ينفعش يكون في ضريبه تصاعديه؟ دكتور مصطفى بدر اتفضل يا دكتور. طبعا انا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه، ومع ان انا اكون مع الافاضل واستاذتنا استاذه الدكتوره يمنى احنا كلنا بنتعلم منها.
ولكن اختلافنا في الرأي طبعا ده شيء طيب جدا، لأن تعرف حضرتك الأمور الاقتصادية بيبقى فيها دايما وجهين، كل واحد بيشوف وجهة نظره يتكلم منه. نعم. بمنتهى البساطة خلي الأرقام تتكلم بيها بمنتهى السلاسة خالص. فضل. أنا هقول لحضرتك ده من مصلحة الضرائب بتقول لك إن هي جمعت ضرائب حتى إبريل اللي فات ده حوالي 200 مليار جنيه. طب السنة اللي قبلها كانت كام؟ 215. يعني قلينا الضرائب قلت 15 مليار. شكرا. طب عدد العملاء فندم اللي بنسميهم الممولين هم 2.1 مليون ممول. ما تغيروش. يعني نفس الممولين هم لكن الفلوس قلت، بس يمكن الدخل قل عشان السنوات العجاف اللي احنا عايشينها. علشان المستثمرين خرجوا يا فندم. انا بقول لحضرتك بقى، طب مش هطول عليك عشان انت مديني وقت محدد. اتفضل. بمنتهى البساطه خالص احنا بنتكلم ان الضريبه التصاعديه دي هتزود حوالي 7.5 عن الفرق اللي موجود دلوقتي. احنا النهارده 22.5 حتى الوقت الراهن، البرلمان والحكومه بتقدم على ان هو يوصل ل 30% من الحجم اللي هو الشرايح اللي بتستهدفها، في شريحتين زياده بتستهدفهم الدوله يعني. بمنتهى البساطه حد يقول لي الرقم المستهدف قد ايه؟ يعني انت هتزود 7.5% النهارده، حقته هنجيب 10 مليار، وال10 مليار دول هنجيبهم منين؟ عايز اقول لحضرتك حجم الاستثمار المباشر اللي خرج من عام 2010 2011 كان ما يحوجناش ان احنا نرفع الضرائب فوق ال 20%. يعني كان عندنا استثمارات تغطي الضرائب، يعني لو عندنا استثمارات ما نضطرش للضرائب التصاعديه. بالتاكيد. عايز اقول لحضرتك واستاذتنا واحمد بيه شيحه يشهدوا على ذلك ان احنا حتى لو بشكل مؤقت، يعني انه بعض الناس بتشوف ان في ناس ذوي دخول مرتفعه وبعض الناس تفرض عليها ضرائب، احمد شيحه بيقول لك الموظفين بيدفعوا 70%، ما هو ده برضو مش كلام منطقي. لا هو معلش المعلومات غير دقيقه وسليمه، لكن انا هقول لحضرتك بعض الارقام عشان نبقى احنا واضحه امامك الصوره. اتفضل. اسمح لي عشان نبقى انت عارف ان النهارده حجم الاستثمار اللي بيخش ده بتاخد عليه ضرايبه. انت ما بتشغلش الاستثمار المباشر ولا الغير مباشر، انت بتستهدف تاخد من هم نفس المجموعه اللي انت بتسحب منهم الضريبه. ما تتوسعش، عشان كده بتلاقي ان عندك ناس بتخرج ما بتدفعش ضرائب وتتهرب. ده شق. الشق الثاني واللي بيهمني انت، هو فين النهارده الناس في الاقتصاد الموازي؟ تمام. مع اللي بتقوله الدكتوره يمنى. الدكتوره يمنى بتقول المهن الحره ما بيدفعوش، لو خدنا بس فلوس المهن الحره ممكن تفرق كتير جدا. لا واقول لحضرتك بقى في ميزانيات زي ما بيقول احمد بيه شيحه من بعض الشركات، عندك تجاره الاراضي، عندك الناس اللي بتشتغل، كل ده ما بيدفعش عليه ضرائب خالص. يعني تقصد لو جبنا الضرائب اهم من الضريبه التصاعديه؟ طبعا. طيب استاذ محمد طيب. رمضان طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بقى خبير ضرائبي بوجودي مع الاستاذ الكبار واستاذتي الدكتوره يمنى. انا لو اعرف يا جماعه كده كنت يعني قطعتكم تذاكر وانتوا جايين متاخرين. خلينا بس يعني ناخد بس كل الافكار الاقتصاديه دي ونسقطها على الواقع وقانون الضرائب الحقيقي. لازم نبقى عارفين احنا دلوقتي ايه المطبق. المطبق الشرايح مطبقه على الاشخاص الطبيعيين. القانون فرق بين حاجتين، اشخاص طبيعيين واشخاص اعتباريين. الشرايح مطبقه بحد اقصى 22.5% على الاشخاص الطبيعيين. الاشخاص الطبيعيين دول دخولهم بتيجي من اربع حاجات، من المرتبات والاجور، المهن الغير تجاريه اللي هي المهن الحره، الثروه العقاريه، ارباح تجاريه وصناعيه. الاشخاص الاعتباريه عن اي دخل بيعملوه 22.5% فلات ريت، او يعني او سعر مقطوع. طب حصل ايه الفتره اللي فاتت دي من قانون 2005 ل 2011؟ حصل تعديلات في سعر الضريبه اكتر من مره. اول تعديل حصل في 1/7/2011 بمرسوم 51 من القوات المسلحه، بقى عندي شريحتين لحد 10 مليون جنيه. يعني المجلس العسكري طبق الضريبه، طبق الضريبه التصاعديه قبل كده، عشان هنتكلم في حاجه مطبقه نقدر نقيس عليها. تمام. 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه 20% هقول لحضرتك. وما زاد عن 10 مليون جنيه 25% طبقت لمده سنتين، ثم تم رفع الضريبه ل 25% ثاني فلات ريت بالنسبه للشركات. ثم بعد كده صدر القانون 53. القانون 53 ما عدلش سعر الضريبه، حصل تعديل في القانون 96 لسنه 2015 ونزل بسعر الضريبه ثاني 22.5% مع رجوع للاعفاءات. الصوره كده من ناحيه شكليه، من الناحيه الشكليه هنا في تخبط، وانا بضم صوتي لصوت الاستاذ احمد شيحه. انت النهارده رفعت ونزلت ورفعت ونزلت ورفعت ونزلت. طب خلينا نشوف التجربه الايجابيه اللي حصلت. طب هل لما المجلس العسكري طبق الضريبه التصاعديه حصل نتائج ايجابيه على الحصيله؟ اطلاقا. ولو كان حصل نتيجه ايجابيه كان استمر، كان الكلام ده استمر. طب خلينا نشوف بقى تجربه اخرى. احنا كان عندنا القانون السابق قبل 2005، قانون 157، المعدل ب 187، كان بيشتغل بريت 42%، 40% و2% حاجه اسمها رسم تنميه.
لما نزلنا من 40 ل 20 الحصيله تضاعفت عشرات المرات. وده بالارقام وانا بضم صوتي للدكتور مصطفى. يعني تقصد ان رفع الحصيله يؤدي الى خفض الضريبه، خفض الضريبه يؤدي الى زياده الحصيله الضرائبيه للدوله. احنا كلنا متفقين على هذا. في ناس عايزه تدفع يا اخي. انا معلش ما مش موجودين في الدوله. لا ده اعلام، ده شو صدقني والله. ليه كده؟ ما احنا شيحة هو راجل مستورد وهيطبع عليه ضريبه، وهيطبع عليه ضريبه وعايز يدفع. احنا فندم بتاع الشغل، احنا بتوع الورق اللي بتاعت البلد. بالظبط. انا بكلمك على الواقع. يعني انت شايفها دكتور ايه متعلق بايه على ده؟ هنا هو كئبها في وشنا اهو، قال لك ده مش هينفع، ولما الضريبه بتنخفض الناس تدفع اكتر وده احسن. والمجلس العسكري بدا يتوقع. هل بتوافق على الكلام ده من ناحيه الاقتصاديه؟ انا من الاول لما بدات كلامي قلت ان الضريبه التصاعديه مش هي الحل. هي الناس بتتكلم عليها على انها احد وسائل اعاده توزيع الدخل، ومقتنع ان ده ممكن يعيد توزيع الدخل لما يبقى في ناس اغنياء قوي هتدفع نسبه ضريبه اعلى. على فكره في دول كثيره، يعني انا شايف كده المانيا فيها ضرائب تصاعديه يا دكتور. بالظبط. يعني كتير من الدول يعني بيحصل، والمانيا الناس بتتعالج مجانا والمدارس مجانا وكله مجانا. ما هو ده الكلام بتاعهم، انا مش مختلفه معاهم عليه، بس احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على رؤيتنا حول استخدام الضرائب كسياسه ماليه. احنا ما بنستخدمش الضرائب كسياسه ماليه اقتصاديه تحقق اهداف موضوعه سلفا، وبالتالي نتيجه لكده بيحصل هذا النوع من التخبط. يعني مثلا احنا لما بننادي دلوقتي بضريبه تصاعديه، احنا بنناديها كجزء من سياسه ماليه متكامله؟ لا، دي مش مطلوبه. ليس لدينا سياسه ماليه متكامله. دي بتتكلمها على ان هي حاجه جزئيه هنرضي بها الناس، لان الناس بتقول لك الاغنياء بيكسبوا ما بيدفعوش ضريبه. معاهم حق، والناس معاهم حق، فهي دي الوسيله ان هنحقق بها العداله في توزيع الدخل، لكن مش هي دي الوسيله لتحقيق عداله توزيع الدخل. وانا بدات كلامي بكده، انا قلت في حاجات كتيره جدا محتاجين نعملها، محتاجين ناخد ضرائب من اللي ما بيدفعش ضرائب. في تهرب على فكره، انا عندي طلبه بيسجلوا معايا ماجستير ودكتوراه من جوه مصلحه الضرايب. انا عايزه اقول لك ان الطلبه دول بيحكوا لي على حالات تهرب حقيقيه مرعبه. في ناس بمنتهى السهوله بيتهربوا. ده كلام خطير احمد شيحة. يعني هل اصلاح هيكل الضرايب وجمع والتركيز في الاصلاح الضريبي على الارض من الناس اللي فعلا الممولين، ده اهم من ضريبه تصاعديه في رايك؟ لا، هو بالظبط كده. احنا مش عايزين نفرض ضرائب جديده واحنا مش عارفين نحصل القديمه. يعني هي الدكتوره بتقول في فعلا مليارات. غيرت رايك ولا ايه؟ لا انا مش مغير رايي، انا بالعكس. اجتمعوا عليك. انا عايز اقول بس الهدف واحد. الهدف واحد. الهدف واحد. ضريبه تصاعديه، الناس لو نفرض عليهم ضريبه تصاعديه، دول المفروض يدفعوا الضريبه المستحقه بما يرضي الله، لان احنا سمعنا عن ارقام وبيعات تمت بالمليارات، وعندك موضوع العقار والكلام ده كله مش عارفين نحصل. في النهاية الموضوع ده كله الكبير والصغير بتاع شغلني واديني فرصة ان انا اشتغل. الاستثمار اولى من الضرائب. دكتور مصطفى، طب ترد بايه اخر حاجة؟ ترد بايه على انه في بلدان اوروبية شديدة التقدم، اقتصاد سوق؟ طب ما نعمل الاثنين يا جماعة. طيب يعني ما نحل على المستويين سريعا، يعني نجيب حقوقنا عند الممولين اللي بيتهربوا، وفي نفس الوقت نعمل الضرائب التصاعدية اللي تضمن الناس تشعر بعدالة. مش عيب على فكرة الشعور بعدالة، ده دي حاجة كويس. سريعا، كل المؤسسات الدولية صنفت واشادت واستحسنت على مصر من 2008 2009 2010 ان احنا دمجنا حاجة، ما خلاص كل الاقتصاد بقى واحد. حتى حضرتك تتذكر كلنا هنطلع فواتير، فاكر حضرتك؟ الضريبه لما توحدت الحصيله زادت. ده سنه كام؟ سنه من بعد 2008. كان الدكتور يوسف بطرس غالي كان دايما يقول للناس خدوا فاتوره من الحلاق، خدوا فاتوره من اللي عامل الحرفي. ليه؟ علشان النهارده الحصيله زادت. ليه؟ علشان النهارده كلنا اتجهنا في الدوله لدفع الضرايب. الاستثمار يا فندم بسرعه مش هيجي الا بتشريعات واضحه، استقرار في السياسات الماليه والضريبيه والنقديه. يعني ايه بسرعه؟ يعني يكون عندك سعر فايده ثابته جوه البنوك لثلاث اربع سنين، المستثمر هيجي لك عارف خلاص ان هو عندك سعر فايده عالي. مثلا عندك تثبيت سعر العمله كمان. طبعا تثبيت سعر العمله، الحاجات الواضحه قدام الناس. الاستقرار زي ما حضرتك. استقرار. كلنا بندفع ضرايب. طيب. مش بتهرج. استاذ محمد غبراوي، اذا عدم الاستقرار يؤدي الى هروب الاستثمارات، والاستثمارات اهم من الضريبه. نعم. التوسع الافقي بالنسبه لنا اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، المخاطب بيه هم نفس الممولين. ده حتى يخلي فيه ريسك عالي جدا. في حاجه بس اخيره عشان موضوع العداله وموضوع التصاعد موجود، ولكن تصاعد في القيمه، بمعنى اللي كسبان 10 مليون جنيه ال 22.5% بتاعته 2 مليون 250، واللي كسبان 100 ألف جنيه الضريبه بتاعته
22000 ونص. كتير بس برضه المانيا بيحطوا اعتقد ان احنا دلوقتي كمجتمع واللي موجود والتشريعات اللي موجوده حضرتك في حاجه بس لازم اقولها سريعا جدا. هناك فارق في مصلحه الضرائب بين الدخل وبين وعاء الضريبه. يعني قد تكون شركه كسبانه 10 مليون جنيه ووعائها صفر، وقد تكون شركه محققه خسائر وفقا للمعايير وفقا ويكون وعائها كتير. فلما يكون عندك حاجات فيها كتير قوي فاريبل، حاجات متحركه كتير قوي قوي كده، دي طبعا تبقى طارده للاستثمار مع كمان سعر التصاعدي. انا بتهيألي ان ده الاستقرار احسن قبل المتحد. واشكر الاستاذ محمد الغمراوي، دكتور مصطفى بدره، الاستاذ احمد شيحه، وطبعا الدكتور يمن، اهلا بيكي. ومره تانية بشكرك دكتور يمن الحمائي، شكرا جزيلا. ودي بانت في حوار هادئ ومتزن ايه الصح وايه الغلط. عاطفتي مع لا تزال مع الضرائب التصاعديه، بشوف المانيا عامله ايه، وما بشوفش ابدا ان احنا ممكن نصلح ضريبيا ونعمل الحاجات برضو التانيه. ايه اللي هيحصل ويبقى عندنا استقرار؟ وكان عندنا تجربه قبل كده كويسه قبل 2011، بس احنا اللي بهدلنا نفسنا بايدينا. نشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.